كيف تصلى صلاة الميت؟ شرع الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة على الميت، ويجب على المسلم أن يتطهر قبل أدائها، ويؤدي التكبير والدعاء للميت فيها، وإن صلاها بغير طهارة فلا تجوز له. لذلك إذا توفي المسلم ينبغي على من حوله أن يصلوا عليه. والمقصود هنا بصلاة الميت أو صلاة الجنازة هو أن نقوم بأداء الصلاة على الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، دون ركوع أو سجود، وإنما نصليها واقفين. لكن قبل أن نصليها ثمة عدة أمور يجب علينا عملها اقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، يجب علينا أن نقوم بإغماض عيني الميت. يجب أن نقوم بالعمل على تليين مفاصل جسمه بطريقة أو بأخرى حتى لا تتصلب. يجب أن نقوم بإلباسه ملبسا يقوم بتغطية سائر أنحاء جسده. وكما أوصانا رسوله الكريم، يفترض علينا تجهيزه للصلاة والدفن بسرعة. يجب دفن الميت في البلد الذي توفي فيه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية أداء صلاة الجنازة؟ يجب علينا أن نستقبل القبلة بصدورنا، وأن ننوي الصلاة على الميت، وتكون النية هنا بالتكبير، أي قول الله أكبر، سواء قبل النية أو أن تكون مقرونة بها. نقوم بالتكبيرة الأولى ونقرأ الفاتحة، نقوم بالتكبيرة الثانية ولكن دون ركوع، نقوم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستحسن لو نقرأ الصلاة الإبراهيمية. نقوم بالتكبيرة الثالثة وأيضا بدون ركوع. نقوم بالدعاء للميت، وذلك بإكمال الدعاء المتناقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حالة كان الميت طفلا يختلف الدعاء. نقوم بالتكبيرة الرابعة دون ركوع أيضا، وبعد هذه التكبيرة نقوم بالدعاء له. أمور تراعى عند صلاة الجنازة. من الأمور الواجب مراعاتها عند أداء صلاة الجنازة أن يقوم الإمام بالوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما سن الرسول عليه السلام. يقف الإمام أمام المصلين، وحسب السنة إن لم يكن خلفه مكان يقفون عن يمينه ويساره. ومن أهم الأدعية المتناقلة والتي يدعونها للميت هي: اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. أما عن ثواب الصلاة على الميت فتعتبر بمثابة شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، وكلما كان عدد المصلين أكثر كلما كان ذلك أفضل للميت. فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاري ومسلم. والقيراط هو ثواب الدعاء لموتة المسلمين بالجنة إن شاء الله.